السبور الموسيقى الأخبار وزيز فام سمعك التصويرة داو صباح النور لكل مستمعي وزيز فام. صباح النور أيضا لسي عبد المجيد زار رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، وشكرا على قبول الدعوة. شكرا يا سيدي، نهاركم زين ونقولكم ونقول مستمعيكم. مرحبا بك يا سي عبد المجيد. سي عبد المجيد، نحب نبدا بمشاكل جهه الجنوب قبل ما نحكي ربما على مشاكل الفلاحه بصفه عامه. نبدا بجهتك باللي جهتك باللي تعرف ان هي جهه احاديه المنوال التنموي، وقطاع التمور عنده اهميه اقتصاديه كبيره بالنسبه لاهالي قبلي باعتبارها مورد رزقهم وعنوان وجودهم. مشاكل قطاع التمور، مشاكل حارقه ادت في الاسبوع الاخير من شهر نوفمبر الى الاضراب وحتى القاء كميات من التمور في الطريق في مدينة نفزاوة في حركة احتجاجية غير مسبوقة. يعني كيف تفاعلتم مع قطاع التمور ومشاكل قطاع التمور في جهة قبيلي، خصوصا في موضوع احتكار المنتوج، في مسألة التصدير نحو ليبيا، في حكاية مشكلة الترويج إلى آخره من المشاكل يعني منها قطاع التمور بصفة عامة؟ نعم، شكرا 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 لدعائكم. على كل يعني بالنسبة لموضوع التمور، يعني هو موضوع معناه فعلا احنا عشناه معناه، وان شاء الله نقوله احنا الان ثم بوادر نقوله متاع حل، او انه معناه على الاقل هو حل مؤقت معناه للمعالجة الظرفية للعام هذا، لكن هي مفروض انه يكون الان موضوع بحث معناه ودراسة لإيجاد حلول معناها استراتيجية إن صح التعبير، أو معناها طويلة المدى. وهذا فعلا هو اللي عانى منه قطاع التمور، عانوا منه برشا قطاعات وميزنا قاعدين نعانيه الآن. احنا مقبلين على بعض المواسم كيما الزيت كيما القوارص، واللي معناها تقريبا تقريبا نفس الإشكاليات بالنسبه لمشكله المنظومه التصديريه تجاه القطر الليبي، وهذه تقريبا خصوصيه بالنسبه لقطاع التمور، لانه تم التجربه في السابق للاستثمار في قطاع التمور من طرف الجانب الليبي ووقفت هذه التجربه نظرا ربما لبعض المشاكل القانونيه، ثم مشكله احتكار القطاع من طرف او احتكار المنتوج من طرف بعض التجار المعروفين في جهه قبيلي، واللي فرضوا اسعار ربما لا توازي اسعار التكلفه بالنسبه للفلاح. نعم، يعني هو باش نبداو احنا واضحين، لانه هو كان معناها في السابق يعني في بدايات السنوات 2000 تقريبا 2008 حاجه من هذا القبيل، معناها صدر منشور على انه التمور ما يقعش تصديرها انفراك يعني عرجا يعني كما هي. يعني وبالتالي احنا خاصة في هذا هو القطر الليبي معناه اللي يستهلك المادة دي بهاته الشاكلة، لأنه البقية الكل معناه بقية بلدان العالم يعني احنا نصدروا لها التمور معلبة. ولكن الإشكال أنه هل الناس القائمة على هالتعليب، أولا قلة العدد يعني مش برشا نتيجة الشروط المجحفة حتى معناها لإجراءات التعليب، أو معناها باش يعمل مصنع للتعليب. هذا من ناحية. من ناحية ثانية بالنسبة للسناء بالذات، يعني عنا الصعبة متاع تمور. نعم. في الآن نفسه المصدرين يقولوا أنهم معناها بالنسبة لهم هما عندهم إشكاليات. اولا ما ثماش تمويل باش يقبل الصابه هذيا، وثما ناس ما خلصتهمش او ثما بواقي معناها ان صح التعبير من الصابه نتاع السنه الفارطه. ولكن الفلاحه معناها اهالي قبلي يقول لك لا، معناها بما انه الصابه موجوده ومطمئنين على الصابه، ومع معناها بعباره اخرى بلهجه الدارج يقول لك رقدوا معناها يعني انه معناها بالنسبه لهم بدل انه ياخذ الصابه وهي في ماتها معناها في الأشجار، معناها بالتالي المصدر هو اللي يقوم معناها بجنيها وهو اللي معناها يتحمل تكلفة الجني، يعني نلقاو أنه بالنسبة للسناء لا جيبها له، معناها يلزم الفلاح ولا يتكفل بهذا. سنين أنه زاد كيف في الأسعار، ورغم أنه احنا معناتها وقع معناها في جلسة وزارية ونادينا إلى جلسة معناها وقع الاتفاق على سعر مرجعي معناها اللي هو 2200 للعام، ولم يتم احترام هذا السعر. نعم. 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 نعم نعم لم يقع احترام، يعني للأسف. يعني للأسف أن الدقلة يعني تتباع للمصدرين هذا من أصحاب الأموال بدينار سي عبد المجيد، إذا كان تشوف في قبلي وفي نفزاوي، وهذا ما يغطيش حتى نصف تكلفة الإنتاج بالنسبة للفلاح.
هذا كلام صحيح. معناه لانه بالفعل وهذا للاسف لانه احنا ما زلنا ما ارسيناش عقليه نتاع منظومه، يعني اللي بالنسبه للمصدر او المصنع او ما شنو راهو ما زال ما هوش يعتبر انه راهو ربحه في ربح الفلاح، لانه اذا كان الفلاح خسر وخرج من المنظومه معناها نتاع الانتاج ايش باش يعلب هو ايش باش يصدر. وبالتالي معناها لا هما معناها يخدموا بعقليه معناها تجارية بحتة، معناها أعطيني أنا نربح، بما أنه ثم الصعبة الفلاح والفلاح نسكر عليه الباب نتاع ليبيا بحكم المنشور هذا، معناها بالتالي ما عنده وين يمشي صدعه تحت الزرس. وبالنسبة لدور المجمعات المهنية علاش ما تخزنش أكثر؟ مش نرجع لأنه هذا هو الإشكال. وهذا دور الاتحاد، معناها احنا قمنا بعتالي بجلسة ثانية بحضور المصدرين وبحضور كله، وقلنا معناها أنه لابد من احترام معناها السعر المرجعي اللي اتفقنا فيه، ومعناها بل أنه احنا دافعنا حتى على المصدرين في أنه يقع تمويلهم، معناها يقع تأمين معناها البيع متاعهم باش ينجموا يخدموا عن الفلاح، ولكن للاسف ايضا ما وقعش. وهذاك علاش معناها احنا نادينا اولا بفتح باب التصدير الليبي، وانه معناها رفع معناها تعطيل المنشور هذا والغائه، وهو المفروض انه يلغى، لانه احنا الان معناها تطورنا وفتنا محطه اخرى كما قلنا، انه اصبحنا معناها بالنسبه للتصدير في المواد الفلاحيه الكل حر، لا سمح لا قيد ولا شرط، لا زمنا ولا كما. وبالتالي هذا اصدر منشور معناها من وزاره التجاره وهي مشكوره في هذا معناها ايضا. وكذلك يعني انه وقع معناها بالنسبه لنا احنا دفعنا المجمع المهني المشترك على انه يقبل معناها يعمل ستوك معناها مخزون تعديلي معناها، ولكن هو امكانياته ضعيفه، طلبنا تمويل، رفضت الحكومه انه ترصد له تمويل إضافي للتعديل. وهذا إشكال معناه هو بذاته، ولكن أيضا حتى هذا كان له دور فعال معناه فعلا في أنه عدل السوق. قداش الكمية ربما المطروحة قدام المجمع المهني باش يقبلها سي عبد المجيد؟ 4000 طن. 4000 طن نعم، 4000 طن هي كمية قليلة بالنسبة لكمية الإنتاج القياسية السنة معنا. نعم معنا عندنا تقريبا 4000 طن رغم من كمية 190 ألف تقريبا أو 200 ألف. لا 240 ألف نعم إن شاء الله معنا 240 ألف. وهذه إشكال احنا قدامنا في تونس معناها فعلا أن وقت اللي الفلاح ينتج ومعناه ويخدم ويجيب معناه ويحسن الإنتاجية ويحسن المردودية، لكن في الأخر ياكل العصا لأنه ما يبقاش وين يسوقها، وأصبحت الصابة مصيبة علينا احنا على الفلاحة، وأصبحت معناها الصابة معناها كارثة كيفها كي العجرودة معناها كما قلها كما لما تجيش صابة وكما الجفاف. هو تقريبا فما مشكلة مش خاصة في قطاع التمور برك، بل خاصة تقريبا بكل الفلاحة، هي مشكلة الديون. وانتم تقريبا قدمتم مقترح في قانون المالية 2016، لكن هذا موضوع آخر أستاذ. من الموضوع هذا متاع المديونية، وإحنا الآن بقصين طرحنا أكثر من هذا، إحنا مشينا طوي إلى أنه مش نعملوا منا حوار وطني لرسم استراتيجية فلاحية، معناها إحنا مش نرسم استراتيجية فلاحية، وتعملت معناها لجنة قيادة فيها المعهد معناها اللي تاس معناها المعهد التونسي هكا معناها للدراسات الاستراتيجيه، والمعهد الدراسات والبحوث الاقتصاديه والاجتماعيه، فيها المعهد الاحصاء، فيها الوزاره، فيها الاتحاد، فيها اتحاد صناعه والتجاره، معناها على اساس انه سيجتمع في اخر شهر ديسمبر ان شاء الله. لا لا في الاسبوع الثالث. لا لا هي اجتمعت لجنه القياده، ولكن اعلان الانطلاقه ان شاء الله تكون في وسط ديسمبر باذن الله. وهذا اللي احنا معناها بالنسبه لنا، لانه اليوم معناها وقت اللي الناس كل تحكي على انه الفلاحه هي الركيزه الاساسيه، انه معناها الفلاحه في السنه الفارطه هي اللي عدلت الميزان التجاري، وقت اللي معناها تضربنا معناها في السياحه وتضربنا معناها في برشا مسائل اخرى، ولكن كي نجيو نشوفوا قانون الماليه نلقاوه ما تعرض بحتى شيء ما اللي طلبناه للفلاح. طلبنا بصندوق جوائح، لانه الان هالتغيرات المناخيه وهي قمه عالميه اصل معناها في التغيرات المناخيه واللي حضرها السيد رئيس الحكومه معناها بالنسبه لتونس، معناها نلقاو انه التغيرات المناخيه هذه اللي هي
تتسبب لنا في الجزء الكبير جدا، معناها تقريبا كما السنة الفارطة من 450 مليار خسارة في القطاع الفلاحي، منهم حوالي 300 مليار خسارة بسبب الجوائح الطبيعية، معناها من فيضانات، من جريل معناها حجر البرد، من جفاف. يعني بالتالي احنا ومنها زاد حتى الافات والامراض كما اللفحه الناريه، كما التدهور السريع في القوارص وغيرها. يعني بالتالي احنا التغيرات المناخيه قاعده تضر فينا. طالبنا بصندوق جوائح على اساس انه يعوض للفلاحة وانه يقوم هذا على مبدا معناها تمويل، على مبدا تضامن وطني، معناها كل الشعب يلزم يساهم فيه بشكل ولا باخر. معناها قلنا هذا لابد انه يكون، لكن نلقاو قانون الماليه ما تعرضلوش. قلنا أنه راهو بما أنه السنة الفارطة اللي القطاع الفلاحي تكبى تقريبا حوالي 450 مليار خسارة، راهي الفلاح الكل عاجزة على أنها تنطلق في الموسم الجديد. على الأقل أن قروض، مش قلنا معناها مش عتاه، لا لا، قروض موسمية أنها تترفع معناها في القيمة وأنها تتوسع، لأن الآن القروض الموسمية تقريبا قاعدة تتعطى إلا في ثلاثة قطاعات، معناها بالنسبة للزيت وبالنسبة للتمور وبالنسبة للحبوب. قلنا لابد أن نتعامل، ولكن ولا ما تعرض لهاش أيضا قانون المالية. قلنا أنه ثم مديونية اللي جعلت معناها من معناها واللي هي سببها بقصين الجوائح الطبيعية وسببها معناها الكوارث اللي صارت. معناها قلنا على الأقل هالمديونية هذه أنه تقع معالجتها معالجة صحة، واقترحنا احنا زاد اقتراحات، ولكن قانون المالية ايضا مرة اخرى ما يتعرض لهش. بالتالي معناها احنا نعتبر انه قانون المالية معناها فعلا ما تعرضش بحتى شيء معناها للفلاحة، ما تعرضش معناها اي دفع للفلاحة. نعم. وقت اللي احنا نحكيه على انه الفلاحة هي الركيزة الاساسية في الاقتصاد، انها هي اللي قادرة انها تكون افضل حتى في القدرة التشغيلية، انها معناها قادرة انها تكون معناها في التصدير. نعم. والدخل، واحنا معناها مفخرة تونس انه مش فقط انه ما نستوردوش وناكلوا معناها كل شيء من 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 منتوجنا باستثناء الحبوب، معناها نقاو انه احنا اكثر من هذا معناها في سي عبد المجيد. انت حكيت عن وفرة نعم انتاج. نعم، انت حكيت سيادتك على الجوائح اللي ربما مرت على القطاع الفلاحي، واحنا هنا في جابس بالفعل ثم غضب كبير من بحارة جابس، من غضب متواصل ومشاكل مزمنة ادت الى تراجع مذهل للانتاج في الثروة السمكية، وادى الغضب هذا ربما حتى الى تهديد بهجرة جماعية كنت سمعت بها، وكان الاتحاد المكتب الجهوي هنا هدد حتى بهجرة جماعية ربما للبحارة نتيجة تكاثف وتأزم المشاكل من مشاكل الصيد العشوائي، وخاصة في مسألة الجوائح، مسألة العقرب هذه أو ما يعتبر بسرطعون البحر، وهذه مشاكل أدت حتى إلى بطالة عديد البحارة. يعني ثماشي إجراءات ثم في جلسة 12 نوفمبر تقريبا في ثم مجلس وزاري انعقد في مسألة الصيد البحري، لكن الإجراءات اللي تم اتخاذها كانت إجراءات ضعيفة ولم تعالج جوهر المشكل، وكأنكم رحلتم جملة مشاكل الصيد البحري لجلسات قادمة. لا، هو ما رحلناهاش، بل بالعكس، هو حتى في هال معناها مسألة اللي تعني فيه معناها جابس، مسألة العقرب هذه أو السرطعون أو معناها الكراب، معناها هذا معناها فعلا هو إشكال كبير، ولكن احنا حبينا انه معناها بدل انه يكون هو كارثة انه نحولها الى مكسب. فالاصل انه ثم بحوث وثم معناها دراسات على انه هي بيدها نستفيد منها وانها ممكن انها تتصدر معناها ولكن هي ايضا تسببت فعلا معناها في اشكاليات للفلاحة، ضرتهم معناها في التجهيزات نتاعهم، ضرتهم معناها في الشباك، ضرتهم في اي فماش نيه للتعويض ربما سي عبد المجيد للبحار هذا من المضرين. هو سما معناها انه تطرح معناها انه سما بالنسبه للتجهيزات سما امكانيه للدعم حتى ال 45% معناها هذا في المجلس الوزاري الاخير. مم. وان شاء الله برك يتفعل، لكن هو كقرار ايجابي فهمتني. معناها بالنسبه لل معناها هنا سما معناها زاد معناها من جملة القرارات معناها في الواحد أنا قدامي أحداث صندوق معناها يسعى، هذا صندوق لجبر الأضرار الناتجة عن التلوث
وهذا مشكلة كبيرة عندهم في جنس يعني مسألة الفوسفوجيبس ومسألة العمل اللي هو إشكال كبير. كيف كيف يعني أنه معناها سمى تعويزات في معناها في اقتناء المعدات معناها والتجهيزات معناها حتى لل 45% معناها. واضح. سؤال أخير سي عبد المجيد، نحب نحكي على ربما قطاع الزيتون، يعني زيت الزيتون، شنو ربما عندكم شي أرقام، شنو أخبار الموسم جني الزيتون في بلادنا؟ موسم جني الزيتون معناها عنا سما تقريبا سنة بدورة 160-150 ألف طن اللي هو تقريبا نصف السنة الفارطة. نصف نعم. هذه أشهر ربما إلى ارتفاع متوقع للأسعار دون في زيت الزيتون، لكن للأسف نلقاو انهيار للأسعار. معناها فعن الآن ثم انهيار في الأسعار واللي هو مخيف، وهذا اللي احنا نطالب ديوان الزيت معناها في أنه يقوم بالتدخل. معناها ب7000 إيتر الزيت، يعني ثم انهيار في الأسعار بالنسبة للسنة الفارطة تقريبا 5500 الزيت. لا 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 طوى ما ثماش ب7000، طوى قاعد يخدم على 6 والفلاح قاعد يخدم حتى على 5.5 ويخدم على 6 6.5 قليل. اما معناها طول الاسعار المتداوله هي 6000، خلينا نقول معدل 6000. واضح واضح، شكرا. اللي هو يعتبر انهيار بالتاكيد يعني امام معناتها كي نحكيو على عمناول اللي وصلت الليتر معناها ل7000 ول8000، لكن معناها ثم انهيار نعتبروه لحد الان ثم انهيار وربي يستر. شكرا لك سي عبد المجيد زار، رئيس الاتحاد التونسي للفلاحه والصيد البحري، على هذه الاضافات وعلى هذه الافادات. شكرا لك ايضا. سبور الموسيقى الاخبار وزفن ثم معك التصويره.